بعد مصرعها في حادث أليم، لماذا تعاطف الجمهور مع وفاة سارة سلطان العنزي؟ خبر بيقول أثار حادث السري الأليم اللي تعرضت له سارة سلطان العنزي الجدل والتعاطف من قبل عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر محركات البحث على جوجل والهاشتاجات لتطلب الدعاء بالرحمة والمغفرة لسارة سلطان العنزي. هاشتاج سارة سلطان العنزي في ذمة الله، تصدر هاشتاجات سارة سلطان العنزي في ذمة الله موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالرحمة، خاصة انها يتيمة الاب والام. على الرغم من ان سارة توفت يوم الخميس الماضي، الا ان التعاطف جمهور مع الحادث الرهية راحت ضحيته بيزداد يوم بعد يوم. تبلغ سارة سلطان العنزي من العمر 22 سنة سعودية الجنسية، توفيت إثر تعرضها لحادث سير في إحدى الدول الأوروبية أثناء تلقيها التعليم وإكمال دراستها، ونعاها زوجها بكلمات مؤثرة مما زاد تعاطف الجمهور معها، خاصة أنها توفيت خارج حدود بلدها في بلاد الغربة. وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للسارة سلطان العنزي بالرحمة والمغفرة، حيث علقت إحدى المتابعات: الله يرحمك ويغفر لها ويسكنها فسيح جنات ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فخفف عنها وتجاوز عنها وأنر قبرها. وتابعت متابعة أخرى في التعليقات وقالت: سارة بنت من ديرتنا وتوفت في حادث، والله الكل يحبها حتى الأطفال، حنونة مرة، البنت هذه جدتها متعبة إلى الآن، الله يرحمها ويغفر لها أكثر من الدعاء. كتبت أخرى: تعاطفا مع النصارى فتاة يتيمة وتوفيت في الغربة، قائلة: دعواتكم لها، البنت يتيمة وتوفت في حادث سر أليم في بلد مو بلدها، الله يرحمها ويحسن إليها، يا ريت تكثروا من الدعاء لها ولأموات المسلمين أجمعين.